أهلا بحضراتكم. كان في خبر ترند بقاله فترة، والخبر ده بيقول إنهم افتتحوا أول شاطئ للمكفوفين في اسكندرية، وحقيقي الخبر ده يفرح جدا ويزود من رصيد الدولة في الاهتمام بذوي الهمم وإنهم ياخدوا حقهم في كل حاجة. واسمع مني الحكاية وما فيها. من بداية تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي اهتمام ودعم كبير لذوي الهمم في كل النواحي، وقال عليهم إن دول كنز مصر وإن الدولة مش هتبطل دعم ليهم أبداً، وحتوفر لهم كل سبل الحياة وحتيسرها عليهم أكتر وأكتر، ومش بس كده ده كمان هيدمجهم في كل المجالات. ولو جينا نبص ونشوف الدولة عملت إيه لذوي الهمم، هنلاقي إن البداية كانت من أول ما تخصص عام 2018 عشان يكون عام ذوي الهمم، وفي العام ده اتحقق عدد كبير من المطالب اللي كان بينادي بيها ذوي الهمم، زي قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 سنة 2018، واللي بينص على حقوق وامتيازات عديدة ليهم سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعيش، وبكده هيحقق لهم الاستقرار والعدالة الاجتماعية. بعد كده اتخصص لهم مؤتمر سنوي تحت عنوان قادرون باختلاف، وبيشاركهم فيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيسمعهم وبيسمع لكل اقتراحاتهم، زي مثلا اقتراح تدريس مادة احترام الآخر اللي بالفعل اتنفذ خلاص. كمان اتخصص جزء من صندوق تحيا مصر ليهم، وكمان مشاركتهم في مؤتمرات الشباب، ده غير انه في العاصمة الإدارية بيتم إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب ذوي الهمم، والمشروع ده بيهدف لتوفير فرص تعليمية مميزة وتدريب متخصص لذوي الهمم عشان يواكبوا سوق العمل ويقدروا يلاقوا فرص عمل بسهولة في جميع المجالات، زي مثلا مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأعمال الإدارية، ويساعدهم كمان على تفعيل مشاركتهم الاجتماعية والاندماج في الحياة العامة بصورة طبيعية. وكمان مبادرة مصر بكم أجمل لتشغيل ذوي الهمم اللي بتدربهم على المهن والحرف اللي بتتناسب مع قدراتهم وبتأهلهم لسوق العمل. وفي مجال الرياضة اتعمل المشروع القومي لذوي الهمم، واللي بيهدف لتنمية اللياقة البدنية وتوفير المهارات الحركية الأساسية ومهارات رياضية عشان يشاركوا في الألعاب المختلفة، وبجانب ده إقامة المهرجانات الرياضية لذوي الهمم وإقامة أندية ومكتب ذوي الهمم بوزارة الشباب والرياضة، وكمان مسابقة الحلم المصري، ودي مسابقة ثقافية فنية رياضية. يلا سمي يلا غني فوت في الحديد، لا ما عندناش حاجة مستحيلة. وافتتحوا 12 مركز تخاطب وتنمية مهارات بالمجان في 8 محافظات، وكل يوم بنسمع عن مجهودات أكتر بتتعمل لذوي الهمم في كل المجالات، وكان آخرها افتتاح أول شاطئ للمكفوفين في اسكندرية، والهدف منه يتيحوا ليهم فرصة إنهم يستمتعوا بمية البحر زيهم زي غيرهم، والشاطئ عبارة عن مسارات داخل مية البحر ليها فتحة دخول بتسمح للفرد بالتحرك والسباحة داخل المية، وهو بيستخدم إيديه عشان يتعرف على علامات من الفلين من خلالها هيعرف مسارات التحرك داخل أعماق آمنة من المية، وطبعا تحت رقابة دقيقة من فرق متابعة، والمسارات كمان بتسمح للمكفوفين أنهم يتحركوا بأمان جوه المية من غير مرافق. والشاطئ مخصص لفئتين، ضعاف السمع وفاقدي البصر اللي كانوا بيلاقوا صعوبة إنهم ينزلوا البحر ولازم مرافق معاهم، فدلوقتي الموضوع بقى أسهل بكتير ويقدروا يستمتعوا براحتهم زيهم زي غيرهم، وزي ما قلنا الموضوع متأمن وفي فرق المتابعة موجودة في الشاطئ، وطبعا الشاطئ بالمجان. واسمع مني، ذوي الهمم أبطال حقيقيين ليهم إنجازات وبصمات في كل مجال ويستهلوا كل الدعم، يستهلوا أننا نكون فخورين بإصرارهم وعزيمتهم ومواجهتهم للحياة، ومصر هتفضل فخورة بولادها دول دايما وفي ظهرهم في كل خطوة عشان يعيشوا حياة كريمة تليق بيهم. بشكر حضراتكم، واسمع مني داليا الخطيب.